يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كثرة الدعاء في الصلاة كطلب حاجة في الدنيا هل هذا مبطل للصلاة؟ لا يبطل الصلاة، لكن خلاف الأولى، إنما يبطل الصلاة إذا كان الدعاء كله لأمور الدنيا وليس للآخرة ذكر، هذا هو اللي يبطل الصلاة. أما إذا دعا للآخرة وللدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يدعو الله في صلاح دينه ودنياه. إنما لو اقتصر على الدنيا فقط هذا تبطل صلاته. نعم.